السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما رح طول عليكم، الفيديو اليوم بيحكي عن الإيميل يلي استقبلته كل الناس على ما أعتقد. في إيميل إجانا جديد من شركة جوجل، وبيقول هذا الإيميل معلومات، وهلا رح أحكي لكم هاي المعلومات بالفيديو رح نشرح عنه هلا، تمام؟ معلومات مهمة رح نشرح عنها وهلا بتشوفوا بالشرح ان شاء الله، تمام؟ قبل ما نبلش الفيديو لو سمحتوا اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن، تمام؟ يلا خلينا نبلش. تمام حبايبي، مثل ما كنتم شايفين شركة جوجل من حوالي تقريبا 3 ايام بعثت رسائل لكل الناس اللي موجودة عندها على جوجل ادسنس ولا جوجل اد وورد ولا في كتير ولا جوجل اد موب، في كتير شغلات على جوجل تستخدمها الواحد، تمام؟ فالايميل اللي بعته مثل ما كنتم شايفين مكتوب هون: اعلانات جوجل، تعديلات في اجراءات التنفيذ المتعلقة بالانتهاكات المتكررة. كيف يعني؟ في عالم تاني مثلا على الاد موب، تمام؟ جوجل اد موب. هلا الجوجل اد موب اللي هو عباره عن موقع انه بامكانك تفوت تحط عليه اعلانات، اذا عندك شيء بدك تعرضه، في شيء بدك تعمل اعلان عليه، بامكانك تفوت تعرض انت كل شيء بدك اياه على هذا الاد موب، تمام؟ وفي عندنا في شيء كمان شيء تاني اسمه اللي هو الجوجل اد وورد، تمام؟ كمان هذا نفس الشيء بامكانك تفوت تحط عليه اعلانات، تعمل كثير اعلانات، وانت مشان اذا عندك شيء بدك تبيعه او عندك شيء بدك تعرف الناس عليه بامكانك انك تفوت تعرض الاعلانات عن هذا يلي ذكرته، الجوجل اد وورد واللي هو الجوجل اد موب، تمام؟ هلا هن شو عم يقولوا؟ عم يقولوا تفرجوا: مرحبا، في ايلول سبتمبر 2021 ستقدم جوجل نظاما جديدا قائما على الانذار لتنفيذ ضد المعلنين الذين ينتهكون سياسات اعلانات جوجل بشكل متكرر. سنبدأ تنفيذ هذا النظام القائم على الإنذارات اعتبارا من 21 أيلول سبتمبر، تمام؟ 2021، مع تطبيقه بشكل تدريجي على مدار 3 أشهر. السياسات التالية: تشجيع السلوك غير النزيه والمواد غير موافق عليها والمسدسات وقطع المسدسات والمنتجات وإلى آخره. ما بدي أطول عليكم الفيديو مشان ما تملوا. الحكي اللي عم يقولوا أول شيء سمعتوا أنه حيبلشوا هلا نظام جديد انه يعطوا انذارات. كيف يعني؟ هلا من زمان كان وقت الواحد ينتهك السياسه تبع جوجل اد موب او جوجل اد وورد، كانوا يبعثوا دغري اغلاق للحساب، فورا يسكروا الحساب. كيف يعني يسكروا؟ هلا مثل كاتبين شفتوا، في ناس مثلا كانت تعمل اعلانات عن بتبيع سلاح، تمام؟ يحطوا اعلان انه احنا في عندنا سلاح، في عندنا في عندنا في عندنا، هذا ممنوع. في ناس كان مثلا كانوا يعرضوا تجارة بالأعضاء، في ناس كانوا يعرضوا إعلان تجارة بالمخدرات، في ناس بتعرض إعلانات فيها عنف جسدي، فيها ذبح، فيها قتل، فيها يعني فيها شيء مضر للجسم، يعني فيها كتير شغلات ما خرجت تنعرض، يعني تمام؟ إنه ذبح، شنق، قتل، واص، يعني كل شيء ممنوعات، تمام؟ كانوا يعرضوا مثلا اعلانات ويشوفوا ان هيك كانوا دغري بقى يسكروا الحساب، تمام؟ هلا لا، هلا صار في نظام جديد واللي هو نظام الانذارات. كيف يعني نظام الانذارات؟ يعني واحد نزل دعايه لسلاح، عم يبيع سلاح، تمام؟ فورا بيبعثوا له انذار انه هذا اول انذار نحن بعثنا لك اياه، انك انت ممنوع تحط هذا الاعلان اللي انت عم تحطه، تمام؟ بيبعثوا له انذار. هلا وتبعثوا له اول انذار للشخص، اذا هو ما عمل استئناف وبعث لهم طلب استئناف، تمام؟ يوقفوا له اول شيء الحساب 3 ايام، تمام؟ اذا ما بعت استئناف بمد له 7 ايام، تمام؟ ما بعت استئناف بيضله لمده 90 يوم، تمام؟ اما وتبعت استئنافه مثلا اول ما اجى الانذار، ممكن خلال 3 ايام يشوفوا هن الموضوع، يلاحظوا انه في شيء غلط او هو يعرف انه الموضوع غلط، ممكن انه يرجعوا يفعلوا له الحساب وتمشي اموره مثل ما كانت. اما اذا ما بعت لهم
اعتراض او راسلهم انه انا بعتذر او في غلط او في كذا مالي عرفان، فممكن انه الحساب ينقفل. فالفكرة من هذا الموضوع انه صافي انذار 3 مرات، تمام؟ اول انذار، الثاني، الثالث، الثالث هو بتوقف فيه قناة، تمام؟ فهذا الموضوع اللي بعتوه هن شركة جوجل. هلا الناس حتقلك انه جانا هالايميل يعني احنا حيأثر علينا على جوجل ادسنس؟ لا، هاد ما دخلوا بالجوجل ادسنس ولا دخلوا باليوتيوب، يعني لا له علاقة بالجوجل ادسنس ولا له علاقة باليوتيوب، تمام؟ هذا شيء بيتعلق بالجوجل اللي حكيت لكم عليهم، الجوجل ادموب والجوجل ادورد، تمام؟ هذول الاثنين يلي بيصير عن طريقهم اعلانات، فهذول المعنيين بهذا الموضوع. يوتيوب وادسنس ما دخلهم بهذا الموضوع، تمام؟ فهذا توضيح لهي الفكرة ولهذا الايميل يلي اجى لكل الناس. اكيد في ناس كثير اجى هذا الايميل، فحتقول لك انه جولي شو هذا الايميل، يعني احنا هلا في حيصير في مشاكل على موضوع الادسنس او القناه؟ لا، ما في اي مشاكل، تمام؟ هن عم يحكوا على اللي ذكرت لكم اياه. هلا تفرجوا شو كاتبين هون. كاتبين هون: تجدر الاشاره الى ان هذا التعديل لا يؤثر على اجراءات تعليق الحسابات المرتبطه بالانتهاكات الجسميه لسياسات الاعلان جوجل. يعني في عالم تعرض فيديوهات اعلانات انه عم تعذب ناس او عم تقتل ناس او عم تذبح ناس او كذا، فهذا الموضوع عم يقول لك انه هون ما بيتطبق هذا الموضوع عليه هون، لانه هذينك توقفوا حساباتهم، خلاص توقفوا، تمام؟ لانه هي عم اعتداء على جسم هذا او قتل او ذبح او كذا او شيء، هذا غير مقبول باي سياسه يعني، تمام؟ هلا شوفوا شو كاتبين تحت: التغييرات للمساعده في ضمان تقديم تجربه امنه وايجابيه للمستخدمين. تطلب جوجل من المعلنين الالتزام بسياسات اعلانات جوجل وفي اطار نظام اجراءات التنفيذ في اعلانات جوجل. ستبدا جوجل في اصدار انذارات للمعلنين بالاضافه الى ارسال اشعارات عبر البريد الالكتروني واشعارات في الحساب لتشجيع المعلنين على الالتزام بسياستنا وتجنب الانتهاكات المتكرره. سيؤدي انتهاك المعلن سياستنا للمره الاولى الى ارسال تحذير فقط، ولكن سيتلقى المعلن انذاره الاول في حال رصدنا انتهاكا مستمرا لسياستنا، ويتلقى المعلنون 3 انذارات بحد اقصى، يعني اكثر شيء 3 انذارات، ما في بعد 3 انذارات. طيب هلا انا ما راح اطول عليكم بالفيديو، الفيديو بس حبيت اوضح لكم انه هذا الفيديو ما له علاقه لا بجوجل ادسنس ولا له علاقه باليوتيوب، مشان الناس اللي عندها قنوات وعندها جوجل ادسنس ما تقولوا احنا شو بدنا نسوي هلا بالموضوع هذا. فبس حبيت اوضح لكم الفكره، ما راح اقرا لكم الرساله كلها مشان ما نطول وتقولوا هذا الزلمه عم يطول الفيديو هذا، تمام؟ فانتوا اللي واصلوا الايميل اكيد حيفوت ويقرا اللي انا عم بقرا له اياه هلا، تمام؟ حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله اكون قدمت لكم المعلومات اللي انتم كنتوا حابين تعرفوها عن هذا الموضوع والايميل اللي اجاكم. من فضلكم اللي عم تشوفوا القناه جديد يشترك بالقناه ويعمل لي لايك ويشارك الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن، لاكبر عدد ممكن. بتشكركم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.